المعاش ما عم بكفي والمصاريف ما بتخلص، جملة بيقولها جزء كتير كبير من الشعب اللبناني كل شهر بظل فواتير ثابتة بتستحق كل أول الشهر، فاتورة التليفونات والإنترنت، قسط السيارة، وأكيد براس الليستا أجار أو قسط البيت وقسوطة المدارس ومصاريف الأكل والشرب. وفوق كل هول ما فينا ننسى مصاريف يمكن بس اللبناني بكل العالم بيدفعها مرتين، وهي فواتير المي والكهرباء. كل هول والمعاش ممكن يكون بس الحد الأدنى، يعني 675 ألف ليرة. وصحيح إنه هيدي الفواتير كل الشعوب بدول العالم بتدفعها، إنما بغير دول الحد الأدنى بيتناسب مع الأسعار، وعندهم نظام صحي واستشفائي وضمان للشيخوخة، وفي نظام تعليمي ومدارس حكومية متطورة، وفي نظام مواصلات مرتب ودقيق بمواعيده، وتسهيلات بتساعد المواطن على تحمل تكاليف المعيشة، مثل ما بتقول دراسة عملها البنك الدولي مع إدارة الأحصاء المركزي بسنة 2012. بحسب دراسة شملت 4805 عيال، فاللبناني بيدفع 28.5% من مدخوله على فواتير الخدمات المنزلية مثل الكهرباء والمي والبنزين وغيرها، وبين سكان بيروت هالنسبة مثلاً بتزيد لل 36%، وكان الأكل والشرب بالمرتبة الثانية، والعيال اللبنانية صرفت ما بين 18 و22% على هالبند. ولحد ما يصير لبنان مثل الدول الثانية من هالنواحي، مهم للبناني أكتر من غيره إنه يخطط أكتر كيف وشو يصرف.